عندما تتعلم لغة جديدة فركز أن هنالك أنشطة للتعلم وهنالك أنشطة للممارسة، ومع بعض يشكلون اكتساب اللغة الإنجليزية. فأنت عندما تقرأ كتابا أنت بذلك تمارس، عندما تستمع، عندما تتحدث، أو عندما تراسل صديقك أو مديرك باللغة الإنجليزية، كل هذه ممارسة. لكن أي من هذه الأنشطة هو الأفضل لممارسة اللغة الإنجليزية أو أي لغة، ولماذا؟ كل هذا سنعرفه في هذه الحلقة وعبر هذا اللقاء المتجدد من لقاءات يوم الجمعة. حياكم الله ونبدأ هذا الفيديو. Sorry for being late all these days. حياكم الله إخواني الكرام، وجمعة طيبة، وأرجو أن تكونوا في خير وإلى خير إن شاء الله. أحببت في هذا اللقاء الخفيف أن أتطرق إلى مسألة الممارسة وأي الطرق والأنشطة هي الأفضل على الإطلاق من وجهة نظري طبعا الشخصية لممارسة اللغة الإنجليزية. وفي الحقيقة ما دفعني لهذا الموضوع هو أن هنالك أشخاص من حولي أرى أن لديهم فرص عظيمة تساعدهم لاكتساب اللغة الإنجليزية، وهي وجود أشخاص في حياتهم يعيشون معهم وهم يتحدثون اللغة الإنجليزية أو يمتلكون مستوى متقدم، لذلك هم لديهم فرصة عظيمة، وهذه الفرصة ليست متوفرة للكثير من الأشخاص. فأنت يا من تشاهدني الآن، إن كان في حياتك سواء صديق مقرب أو أحد الأقرباء الذي تعيش معه في نفس البيت أو تلتقي معه بشكل يومي، وهذا الشخص مستواه في اللغة الإنجليزية أفضل منك، فأنت لديك فرصة عظيمة جدا وبين يديك طريقة هي الأفضل لممارسة اللغة الإنجليزية. دعونا نبدأ من البداية. كما ذكرنا أن الممارسة هنالك عدة أنواع من الممارسة، لكن أفضل طريقة لممارسة اللغة الإنجليزية هي التحدث مع أشخاص آخرين، ليس التحدث فقط، لأنك عندما تتحدث مع شخص آخر بهذه اللغة فأنت تمارس كلا النوعين، أنت تتلقى اللغة وتخرج اللغة، أما مثلا عندما تستمع أو تقرأ فقط أنت بهذا تتلقى اللغة فقط. والأمر الآخر المهم أنك يعني تنمي عندك التلقائية والطلاقة والبديهية عند استخدامك للغة، لأن استخدام اللغة في التحدث هو أعلى المراتب. أما عندما تكتب مثلا أو تقرأ فأنت تعطي عقلك وقتا ليفكر ويبحث في دهاليزه عن معنى تلك الكلمات، ولهذا يعد التحدث مع أشخاص آخرين هو أرقى مراتب ممارسة اللغة الإنجليزية. طيب الآن، ما هو أفضل نشاط لممارسة التحدث؟ قد يقول قائل أن أفضل شيء هو أن تسافر إلى بلد أجنبي وتتعلم وتمارس اللغة هناك، وهذا قد يكون كلام صحيح لكن بوجود شروط معينة. فقد يستغرب البعض عندما يعلم أن هنالك أشخاص لهم سنوات في أمريكا مثلا، وهنالك من يكتبون لي في التعليقات أحدهم قال لي 7 سنوات وأنا لازلت لا أتحدث اللغة بطلاقة، والسبب في ذلك أنه يتقوقع مع أصدقاء يتحدثون العربية ولا يختلط أو ليس لديه أصدقاء مقربين يتحدثون اللغة الإنجليزية فقط. لذلك فهنالك طريقة هي أفضل من هذه الطريقة من السفر والعيش هناك في الخارج، وهي أن تجد لك رفيق أو تجد لك رفيقة يتحدث الإنجليزية أفضل منك أو منك. وعندما أتحدث وأقول رفيق أعني ذلك الشخص الذي لا يكاد يفارق ظلك، الذي تقضي معه ساعات طويلة كل يوم، مثل أحد أفراد عائلتك أو صديق مقرب أو زميل في العمل تقضي يعني ساعات طويلة وهنالك تعامل كثير وتواصل بينك وبينه. فإذا قارنا هذه الطريقة بالطريقة الأخرى، السفر إلى أمريكا مثلا، فهناك إذا لم يكن لديك أصدقاء أو رفيق بهذا الشكل سوف تمارس اللغة مع البقال، مع حارس العمارة، مع أشخاص لكن للدقائق معدودة. أما إن كان لديك رفيق حتى وإن كنت تعيش في بلدك العربي فأنت ستمارس معه اللغة ساعات وساعات طويلة. عندما تجد لك رفيق أو رفيقة مستواه في اللغة الإنجليزية أفضل منك، فهذا سيكون له ميزة كبيرة، لأنه سيصحح لك أخطائك، ستتعلم منه الكثير، فأنت لن تمارس فقط اللغة لكن ستمارس وتتعلم في نفس الوقت. طبعا الخطوة الثانية بعد أن تجد هذا الرفيق هي أن تتفق معه أن لا يصدر منكم أي كلمة عربية إلا في الضرورة، يعني عندما تكون يعني في حالة اضطرار ومزنوق، يعني لا تجد الكلمة المناسبة، ممكن أن تخرج الكلمة العربية وتسأل أو تطلب منه أن يعطيك الكلمة الإنجليزية. طيب هنالك طبعا مشكلة قد تواجه البعض، بعض الأشخاص يحبون أن يستهزئوا بالآخرين ويضحكوا عليهم عندما يقعون في بعض الأخطاء. طبعا إن كانت هذه الصفة فيك كنت متقدم أو مستواك أفضل من غيرك وتقوم بالضحك على الآخرين عندما يقعون في الأخطاء، فأنا أنصحك أن تتخلص من هذه الصفة بأسرع ما يمكن. وكذلك عندما تتحدث مع الآخرين لا تكثر من التصحيحات، تجاوز عن كثير ويعني أعطي بعض التصحيحات القليلة
وأجلها، الأفضل أن تؤجلها، لا تقاطعه في منتصف كلامه فتضيع عليه وتقطع عليه الفلونسي. أما إن كنت أنت الذي في الطرف الآخر ولديك شخص أفضل منك لكنه يكثر من الضحك والاستهزاء، فلا مشكل أبدا، يعني اجعل عندك حصانة، يعني هو سيضحك عليك من خطأ وفي نفس الوقت سيعطيك الإجابة أو الحل أو التصحيح، أنت خذ منه الكلمة الصحيحة سواء كانت نطقا أو في القواعد واستفد من ذلك، طنش يضحك ما يضحك، أنت الآن تستفيد، كلما ضحك عليك واستهزأ وعلمك كيف يكون الأمر أنت تستفيد، فاستمر ولا تقطع هذا الاتفاق معه بأن تستمروا في التحدث باللغة الإنجليزية بسبب هذا الأمر. البيئة طبعا تساعدك كثيرا لكن ليس بمقدار الرفيق الذي يرافقك في كل الأوقات، لكن عندما يجتمع الأمران فهذا هو الأمر الأفضل، يعني عندما تجد لك رفيقا وأنت في دولة أجنبية تتحدث اللغة الإنجليزية هذا طبعا هو الأمر الأفضل على الإطلاق. وأخيرا إن لم تجد رفيق أفضل منك في المستوى فابحث عن رفيق في مثل مستواك، مثلك يعني، وإن لم تجد حتى هذا الشخص فاستخدم الطرق الأخرى مثل التحدث مع النفس والتطبيقات التي تساعدك للتحدث مع الآخرين، وإن كان لديك بعض المال فإما أن تسافر أو تستخدم مواقع وتطبيقات مثل iTalki أو Verbling أو Cambly وغيرها مما يسمح لك بأن تأخذ وتتلقى دروسا أو تتواصل بالصوت والصورة مع الأجانب وأنت في بيتك. شكرا لكم على المشاهدة، أتمنى لكم التوفيق وألقاكم قريبا في الأيام القادمة، لدينا فيديوهات إن شاء الله جديدة وسلاسل ومحتوى مفيد، انتظرونا وإلى اللقاء.